سورة الأنبياء آية 16، الآية 16 من سورة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، يعني خلق السماوات والأرض من وراء حكمة عظيمة، ليس هزل ولا لعب، ولكن من وراء حكمة عظيمة. فعلى العبد أن يحترم خلق الله وألا يستهين بخلق الله، والله منزه عن العبث سبحانه وتعالى. تفضل يا سيدي. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. لو أردنا أن نتخذ لهوا، واللهو في لغة العرب يطلق بجانب أنه يطلق على اللعب الذي لا طائل من ورائه أو العبث، يطلق أيضا على الزوجة والولد. يبقى اللهو هنا بمعنى الزوجة والولد، وده من مفردات القرآن. يعني اللهو في كل القرآن ليه معنى، وهنا ليه معنى آخر، يسموها إيه من مفردات القرآن. كل لهو جاء في القرآن معنى العبث، إلا اللهو هنا معنى الزوجة والولد في هذا الموضع بالذات. لو أردنا أن نتخذ لهوا يعني زوجة أو ولدا، لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. ولكن لا يوجد له مثيل، فلا يصح أن يكون له زوجة أو ولد، لا مثل له. وإحنا عارفين أن الزوجة لابد أن تكون مناسبة لزوجها، وأن الابن صنو أبيه، وبالتالي لا مثل له، لا يتجزأ ولا يتولد منه شيء ولم يولد من شيء. فسبحانه وتعالى أن يكون له هذا. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. تفضل يا سيدي. بل نسبك بالحق على الباطل فيرمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يدمغه يعني ايه؟ يعني يصيبه في دماغه، يعني يسحقه. لما تصيب انسان في دماغه معنى قتلته، دمغه يعني اصابه في دماغه. فكأن فيها نوع من تصوير الباطل بإنسان له دماغ، فيأتي الحق يدمغه فيقضي عليه كأن لم يكن. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، يعني هالك لا وجود له. زاهق يعني هالك لا وجود له، زائل. يلا يا سيدي. ولكم الويل مما تصفون، يعني للكفار، هنا تهديد للكفار، مما تصفون له من الصاحبة والولد أو ما لا يليق به سبحانه وتعالى، وغير ذلك مما يدعيه الكفار مما لا يليق. تفضل يا سيدي. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون. وله من في السماوات والأرض، اللام هنا للملك، له ملكا وتصريفا وخلقا وإيجادا وتدبيرا، فاللام هنا للملك والاختصاص. وله من في السماوات والأرض، يشمل كل خلق الله. ومن عنده، ده ايه؟ عطف تخصيص بقى، لانه ما ذكروا خلاص، ما من عنده هم الملائكه. والعنديه هنا مش عنديه مسافه ولا مكان، عنديه منزله ورتبه. ومن عنده يعني في المنزله العاليه والرتبه العاليه، وليست عنديه مسافات، نعوذ بالله من ذلك. فالله منزه عن المكان وعن الزمان. ومن عنده أي عنده منزلة ورتبة عالية، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وهم الملائكة، يستحسر
حسر أو استحسر بمعنى واحد وهو معناه أعيا أو تعب أو مل. يقول حسرت الناقة يعني عيت الناقة يعني لم تستطيع أن تكمل. يبقى لا يستحسرون يعني لا يسأمون زي ما قال في سورة فصلت، لا يسأمون لا يتعبون، يلهمون النفس كما يلهمون العبادة كما تلهم أنت النفس بغير تكلف. ومن عنده أي من الملائكة المقربين لا يستكبرون عن عبادته يعني لا يأنفون ولا يستحسرون ولا يتعبون ولا يمرضون ولا يعيون. يلا يا سيدي. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون يعني لا يضعفون. فتر يعني ضعف وقلت همته. يسبحون الليل والنهار بغير فترة يعني بغير ضعف ولا فتور بل بهمة عالية عليهم السلام الملائكة عليهم السلام. يلا يا سيدي. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. أم اتخذوا أم بمعنى بل عند سيبوي، أم هنا بمعنى بل يعني كأنه إضراب عن إيه عما سبق. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون يعني بالرغم قدرة الله هذه وهذه العظمة وعنده من العباد ما يعبده ولا يفتر عن عبادته، يأتي هؤلاء البشر الكفار في الأرض حيث إيه يجعلون لله آلهة لا تضر ولا تنفع وليس عندهم القدرة على البعث ولا النشور ولا الخلق ولا الإيجاد. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون يعني عندهم قدرة على إيه الخلق والإيجاد والبعث والنشور، يعني كأن هذا فيها نوع من الإضراب مع الاستفهام الإنكاري كويس، يعني في همزة الاستفهام هنا للإنكار عليهم. تفضل يا سيدي. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. نعم. لو كان فيهما يعني في السماوات والأرض آلهة متعددة إلا الله يعني غير الله لفسدتا، بيسموه دليل التمانع في علم التوحيد يا أزهرية، فاكرينه دليل التمانع؟ كنتوا تذكروه مش فاهمين مع ان الايه واضحه. التمانع يعني ايه؟ يعني لما كانت الاكوان لا فساد فيها امتنع ان يكون هناك الهان، امتنع الفساد يدل على امتناع تعدد الاله، امتناع وجود الفساد والخلل في الاكوان يدل على امتناع وجود ايه ارادتان الهان، لان لو كانت هناك ارادتان لإما نفذت إرادة أحدهما ولم تنفذ إرادة الآخر، فإن لم تنفذ إرادة الآخر يبقى الآخر عاجز فلا يصلح أن يكون إله كويس، وبالتالي امتناع وجود إرادتين، فامتناع وجود الإرادتين دل عليه في الأكوان بامتناع وجود الفساد. الكون على نظام بديع لا خلل فيه، فدل أنها الذي يديره إرادة واحدة من مريد واحد وهو الله. فهمت؟ عشان كده بقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. والمصريين العوام يجيبوا لك إيه؟ مثل خدوم الأزهرية من الآية دي، يقول لك المركب اللي فيها الرئيسين تغرق. المركب اللي فيها رئيسين تغرق، هو ده دليل التمانع. تقول المركب ما غرقتش دليل إن فيها رئيس واحد. لكن لو فيها اتنين رئيسين، ده عايز يمشي يمين والتاني عايز يمشي شمال. ده عايز يوقف والتاني عايز يمشي. ده عايز يمشي بسرعة معينة وده عايز يمشي بسرعة أكتر، ده عايز وهكذا، يفضل بقى إيه تناحر، هتفسد تغرق في الآخر أو لا تصل للهدف. فهمت؟ فالكون اللي فيه إلهين يفسد، الكون اللي هو المركب
فهمت ازاي؟ المصريين، اصل امثله المصريين ازهريه برضو لعلمك، لان كانوا الازهريه هم اللي كانوا عايشين مع عوام الناس، فكانوا يصغلهم العبارات بصوره يفهمها كل الناس. فبدل ما يقول ايه لو كان فيما آلهة الا الله لفسدتها، يقوم يقول له المركب اللي فيه رئيسين تغرق. المركب هو الكون، لو كان فيهما السماوات والارض رئيسان مدبران ايه لغرقت يعني لفسدت، نفس معنى الايه. فاهم؟ لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا فسبحان الله عما يصفون من اتخاذ الشريك او الولد او الصاحبه او غير ذلك مما وصف الله به من اوحال التوحيد. يلا يا سيدي. سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، لأنه لا إيه؟ لا شريك له أو ند له فيسأله، فهو لا يسأل عما يفعل، هو يفعل ما يشاء بقدرته وبإرادته وبعزته، لا يسأله أحد. أما أنتم أيها المكلفون وهم الإنس والجن وهم يسألون، يبقى هم هنا يعودوا على كل مكلف، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون يعني يحاسبون. يلا يا سيدي. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم. أم برضو هنا بمعنى بل، ماشي اضراب برضو، كأن الله يقيم عليهم الحجة من جميع الجهات. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم، هاتوا دليل أن هؤلاء آلهة، ما هو دليلكم؟ قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي، ذكر من معي قراءة غير حفص يقول معي بتسكين الياء، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، دي قراءة ايه باقي القراء الا حفص يقول معي وذكر من قبل. هذا ذكر يعني هذه البراهين الدالة على ان الله واحد لا شريك له، هذا ما معي من دليل كويس، وكذلك دليل من قبلي من الانبياء على وحدانية الله، هذا ذكر من معي، هذا يدل على الأدلة السابقة على أن الله واحد لا شريك له ولا ند له ولا صاحبة له ولا ولد له، وأنه لم يخلق السماوات والأرض عبث بل الكل بحكمة عظيمة كويس، هذا يدل على كل ما سبق، هذا ذكر من معي دليل إيه؟ دليل الوحدانية ودليل القدرة ودليل الحكمة لله عز وجل لا يشركه أحد، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي أيضا ودليل من قبلي من الأنبياء الذين بعثوا للأمم السابقة، بل أكثرهم من الكفار لا يعلمون الحق فهم معرضون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.